اهلا بيكم ومقطع جديد من لعبة وان بيس باونتي راش. والنهاردة هتكلم عن موضوع مثير جدا للاهتمام، وهو حاجة كده يا جماعة، يعني انا لاحظت ان في ناس كتير متوقعها، فانا حابب ان انا اتكلم عن الموضوع دون، لان الموضوع دون فعلا مهم ان احنا نتكلم عنه. وهو ان في ناس كتير متوقعة ان مع نزول الجوي بوي يبقى ليه لون جديد مختلف عن الالوان اللي موجودة في اللعبة وكده. فزي ما انتم متعودين، انا بحب ان انا الحاجات اللي زي دي لما اجي اتكلم عنها يبقى عندي استدلالات معينة، واشوف يعني بناء على الاستدلالات دي هعرف ان انا استنتج ايه بحيث ان انا اتوقع اللي ممكن يحصل وكده. فتعالوا نشوف موضوع اللون كده وموضوع الالوان، وايه فكرة الالوان اصلا في اي لعبة، وهل هيتضاف لون جديد او لا، وانا استبعد الموضوع او اكده او كده. يعني ده اللي هنناقشه في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. يعني فخلونا اول حاجة نبدأ بايه فكرة الالوان. اول حاجة خلونا كده نتكلم عنها، ايه الفكرة بتاعت الالوان؟ من الطبيعي جدا ان الشخصيات عموما يبقى فيه شخصيات مضادة لشخصيات تانية، فالشخصيات بتبقى مضادة لبعضها مش كخصائص مثلا او انها تعرف تتعامل معاها او كده وبس، لا هي لازم تبقى مضادة ليها كلون. يعني لما انا مثلا انزل شخصية، الشخصية دي مضادة لشخصية تانية، بقوم منزل اللون بتاعها هو اللون الكاونترنج للون بتاع الشخصية التانية بحيث انها تبقى مضادة ليها، يبقى عليها دامج زيادة ضدها. فاهمني؟ ده ليه؟ عشان يبقى فيه دورية، عشان يبقى فيه دورية. الدورية دي مهمة جدا بالنسبة للعبة طبعا. عشان ايه؟ عشان يعني مش عارف اوصف لكم الموضوع ازاي، ولكن عشان يبقى فيه ايه، يبقى في الموضوع يمشي بشكل دوري بحيث ان انت مثلا ما تزهقش. يعني بمعنى مثلا ما ينفعش الميتا دايما تبقى خضراء، ما ينفعش الميتا مثلا نفضل مثلا سنتين الميتا خضراء. تخيل كده لو انت في ميتا الشخصيات كلها خضراء، الشخصيات كلها دمج موحد على بعض، ما فيش اي تباين في الايه، في ان ده قوي ضد ده وده قوي ضد ده، الموضوع طبعا هيبقى اقل متعب كتير. فالالعاب عموما بتعمل الموضوع ده بحيث ان ايه، ان الموضوع يمشي بشكل دوري كده لاسباب كتيره. احد الاسباب دي طبعا ان يبقى ايه، ان احنا يبقى في دوريه للشخصيات وكده، ان مثلا في شخصيات تتلعب بقى في ميتا معينه اللي هي الشخصيات الزرقاء، وميتا تانية تلعب فيها الشخصيات الحمراء، وميتا تالتة يبقى الشخصيات الخضراء. فانت تبقى طبعا يعني افتقدت الشخصيات الزرقاء، الميتا اللي هترجع فيها الشخصيات الزرقاء قويه، فتروح تلعب لما ترجع للميتا اللي يبقى فيها الشخصيات زرقاء تبقى طبعا ايه، تلاقي نفسك يعني متحمس اكتر. فطبعا الالوان عموما يعني مش محتاج ان انا اكلمكم عن مدى اهميتها. فالفكره الاساسيه او بشكل اساسي الالوان اهميتها ان تبقى في شخصيات مضاده لشخصيات تانية، تمام؟ فاحنا عندنا دلوقتي اي لعبه بتعمل 3 الوان بحيث ان بيبقى في ايه، ان يبقى في لون مضاد اللون، تمام؟ يعني لون بيبقى قوي ضد لون، واللون اللي هو قوي ضده دون بيبقى قوي ضد اللون اللي هو ضعيف اتجاهه. ازاي؟ يعني مثلا الاحمر قوي ضد الاخضر، بس الاخضر قوي ضد الازرق اللي هو الاحمر ضعيف في اتجاهه، لان الازرق قوي ضد الايه، ضد الاحمر، والاخضر قوي ضد الايه، الازرق اللي الاحمر قوي ضده. فاهمني؟ فهي دي الايه، هي دي الفكره بتاعت الموضوع. فالالعاب عموما بتعمل الموضوع دون بحيث ان ايه، بحيث ان هي يعني يبقى فيه اللي هو الايه، اللي هو التردد بتاع الشخصيات او الدوريه بتاعت الشخصيات دي، بحيث ان ايه تزداد الحماس بتاعك للشخصيات او كده عموما يعني، او ان انت يبقى في شخصيات مضاده لشخصيات تانية، او اي يعني ايا كان بقى تعدد الاسباب ايه يعني. تفهمني؟ طيب خلونا نشوف كده، نقارن ما بين لعبه باونتي رش وبين العاب تانية. احب اقول لكم يا جماعه طبعا انا لعبت العاب تانية يعني، وتعاملت مع موضوع الالوان دي مع العاب كتير. الالعاب عموما بتعمل الاتي، يعني يا اما بيبقى في 3 الوان بس زي باونتي رش كده، تمام، يا اما بيبقى في 3 الوان ولونين، واللونين دول خارجين بقى عن الايه، عن الاطار بتاع ال3 الوان دول. يعني ال3 الوان دول عارفين مثلا زي ما احنا شايفين في باونتي، الاحمر قوي ضد الاخضر، والاخضر قوي ضد الازرق، والازرق قوي ضد الايه، ضد الاحمر، تمام. ده اللي احنا متعودين عليه. في العاب تانية بقى بتضيف لونين تانيين، واللونين دول ما لهمش دعوه اصلا بالالوان دي خالص. يعني هما يعني مثلا لو اللون اعتبرنا مثلا اللونين اللي هيتضافوا مثلا ابيض واسود، مثلا الابيض والاسود دول ما لهمش علاقه بالاحمر والاخضر والايه والازرق خالص. هما الدمج مش هيبقى فيه واحد ليه ادفانتج على التاني اصلا سيان. فاهمني؟ لا ده عنده دمج زياده على ده، ولا ده عنده دمج زياده على ده. طيب ايه فكره اللونين دول بقى؟ فكره اللونين دول ان هما بيبقوا مضادين لبعض بشكل مباشر.
يعني ايه؟ يعني مثلا الابيض يبقى دامج زياده على الاسود، والاسود عنده دامج زياده على الابيض. دي طبعا مختلفه عن الثلاث الوان، يعني انت قوي ضدي وانا قوي ضدك، فاهمني؟ فطبعا دي برضو بتزود الايه الكلام اللي كنت بتكلم فيه اكتر. يعني في العاب بتستخدم الموضوع ده، زي مثلا لعبه بريف سولز، لعبه بريف سولز كده على فكره، او اللي هي بليتش بريف سولز فيها الموضوع ده، تمام؟ ف دي يعني الفكره بتاعت الموضوع. طيب هل في اوبشن ثالث؟ هل في العاب بتعمل حاجه غير كده؟ اه في العاب بتعمل ايه؟ في العاب بتعمل ان اللون يبقى قوي ضد نفسه، فتعمل الثلاث الوان العاديين ويجوا يعملوا اللين كمان، كل واحد منهم بيبقى قوي ضد نفسه. يعني اللون الابيض ده يبقى قوي ضد الابيض اللي زيه، والاسود يبقى قوي ضد الاسود اللي زيه، ومع الالوان التانية سيان زي ما قلت، تمام؟ طيب نستنتج بقى من الكلام ده ايه، لان ده طبعا النظام اللي بتمشي بيه الالعاب عموما. فلو بوينتي رش حبت ان هي تعمل كده، نستنتج ايه؟ نستنتج ان هيتحتم لو هي هتضيف لون جديد لازم يبقى فيه لون خامس، يعني لو هي هتضيف لون رابع لازم يبقى فيه لون خامس، واخدين بالكم؟ بحيث ان اللون الخامس ده يبقى مضاد للون الايه؟ للون الرابع. انما بقى فكره ان لون رابع ولون الرابع ده يبقى مضاد للالوان كلها ومبقاش ليه مضاد ومش عارف ايه، لعبه بوينتي ما تعملش كده الا لو هي يعني مخها ملحوس. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان ما استبعدتش بعد اللي انا شفته منها في الفتره الاخيره ان هي تعمل كده. ليه؟ عشان الفلوس، زي ما عملت في شانكس فيلم ريد ونزلته حرفيا اوفر بارد بشكل غبي، ومسحت 90% 90% ايه، مسحت الشخصيات الزرقاء كلها، دخلت الشخصيات الزرقاء كده اتمسحت اتمسحت الاكستريم والباونت فيست والايه والاستيب اب كلهم، يعني كايدو الهجين، آه معلش كايدو المدافع، ولوفي الاكستريم اتمسحوا في في الميتا بتاعت البيج مام. ما نروحش بعيد يعني، ما مش هنروح ده الشخصيات الخضراء اللي زي اودن اتمسحت. فطبعا الشركه عملت كده ليه؟ عشان يبقى في اقبال على شانكس فيلم ريد. طب ما في اقبال على شانكس فيلم ريد، ادفع اكسب نكسب، يلا اشتري التيكيتات بتاعت شانكس فيلم ريد، واخدين بالكم؟ ودلوقتي الناس عايزه تجيب شانكس فيلم ريد عشان السبب ده، واخدين؟ نفس الكلام برضه بينطبق على البيج مام عموما يعني. فما استبعدش ان هي مثلا تعمل كده ويبقى مضاد للالوان كلها، بحيث ان ايه، بحيث ان هي يبقى في اقبال شديد عليه، مثلا يزودوا لو الجوي بوي مثلا يزودوا الاقبال على الجوي بوي عشان يكسبوا اكتر واكتر. والله العظيم ما عدت استبعدها لو زمان، زي ما ساعه لما كنت بتعامل مع شركه طبيعيه كنت استبعد لك الكلام ده، انما يعني دلوقتي ما استبعدهاش. لكن لو هنتكلم كطبيعي كطبيعي كشركه طبيعيه، الطبيعي ان هي لو هتنزل لك لون هتنزل لك لون معاه، وده بيحتم ان شخصيتين ينزلوا مش شخصيه واحده، واللونين دول اصلا ما لهمش علاقه بالثلاث الوان التانيين، يعني لا هم اقوى ضدهم ولا يعني لا هم اقوى ضدهم، تمام؟ ولا ايه؟ ولا اللونين اللون اللي هيضاف دون قوي ضدهم، فاهمني؟ يعني هما مش اقوياء، مفيش اصلا لا ده عنده دامج زياده على ده ولا ده عنده دامج زياده على ده. فهي دي الفكره بتاعت الموضوع. ممكن بقى الشركه تعمل ايه؟ ممكن تنزلك اللون الجديد دون، وبعد كده الشخصيات الباونت فيست اللي هتنزل مضاده للاكستريم تنزله باللون التاني، يعني يبقى في لونين فعلا، واخدين بالكم؟ لغايه بقى لما الميتا تتغير ونزل الاكستريم اللي بعده اللون الخامس بقى، فاهميني؟ ده اللي ممكن يتعمل. ولكن في الاول وفي الاخر هيبقى ايه؟ ان لما هينزل ينزل لونين، ده الطبيعي. لكن لون رابع وبس كده لا، ده دين سوا يا جماعه كشركه طبيعيه. فانا حبيت ان انا اتكلم عن الموضوع وافهمكم الفكره بتاعت الالوان، لان لاحظت ان في ناس كتيره جدا، طبعا في ناس بتحب تتوقع الخصائص بتاعت الاكستريم اللي جايه بقى ايه وكده بناء على حاجات معينه. فانا حبيت ان انا اتكلم عن موضوع الالوان دون، خصوصا لان انا لاحظت ان في ناس كتيره متوقعه ان جوي بوي هيبقى لونه مختلف، وده طبعا وهيبقى عنده دامج زياده على الالوان كلها. فحبيت يعني ان انا اشارككم ايه الفكره بتاعت الالوان ايه اصلا وايه وكده يعني. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، او عجبكم الفيديو او استفدتوا. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وتشير في القناه عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.